هنعمل حاجة عظمة ب16 جنيه. أول حاجة صلى على النبي، هتشتري زبادي بالفراولة 9 جنيه، بعد كده تشتري بسكوت أهلاوي ب2 جنيه، بعد كده تشتري كيكة تورتة ب5 جنيه، بعد كده تكسر البسكوت لحد ما يبقى فرافيت، بعد كده تقطع الكيكة لحد ما تبقى فرافيت، نجيب كوباية وتحط حبة بسكوت، بعد كده تحط حبة زبادي، بعد كده حبة الكيكة، بعد كده تحط زبادي تاني، بعد كده بسكوت تاني، بعد كده في الآخر خالص حبة الكيكة. هناكل بقى بسم الله، يعني أنصحكم تجربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك.